يمتحنك احيانا في اختبارين تلقاك تكون في ورطة في مصيبة وتدعو تدعو تدعو تتفاجئ ان يجيك مصيبة او تكبر نفس مصيبتك. هذا يحدث احيانا، هذا اختبار من الله. شوفوا شو اللي حصل لسليمان، بس شوف متى ينفرج عليك سليمان. الموضوع الثاني هو تزوج، تعرفون كم تزوج من زوجة؟ تزوج 1000 زوجة، وكان في عهده يجوز الزواج بلا عدد، يعني ما في عدد محدد، هذه من شريعته. فتزوج 100 زوجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: والله لأطوفن في ليلة واحدة على 70 امرأة من نسائي. لكنه ما قال ان شاء الله، ما قال ان شاء الله، قال فطاف عليهن. ليش؟ يقول اريد ان اطوف على نسائي 70 ويحملن، وكل امرأة تحمل بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم تحمل الا امرأة واحدة. قال النبي: والله لو قال ان شاء الله لحملنا كلهن وانجبت كل واحد منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. كلمة ان شاء الله. وابتلاه الله الابتلاء الثاني، وشو؟ ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه ايش؟ جسدا. ينتظر الولد من بين 70 حرمة، ويوم جاء ينتظر ولدت حرمته، فاذا بالولد ليس له اطراف، ما له يدين ولا رجلين ولا شيء. فنظر سليمان وصدم، عرف ان الله عاقبه وانه ابتلاء من الله. هنا مباشرة سليمان، شوف اذا زادت مصيبتك وزاد الهم عليك. وقال، قال الله تبارك ثم اناب، هنا على طول ارتفت، قال ربي ربي اغفر لي. اذا دعا وجمع بين الاستغفار بعد المصيبة خلاص درن الاول الخيول، والثانية ربي اغفر لي وهب لي. هو يعرف انه اذا دعا في هاللحظة دعوة مستجابة، ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب. عشان اللي يسهل عليكم الحفظ في سورة صاد، من بعدها تجي فاء 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 فاء، هذه يسمونها فاء التتابع وفاء السرعة. قال الله فسخرنا له الريح، جاء اعطاها الله ولا ما اعطاه؟ طيب ليش الله بدأ بالريح اول شيء؟ لانه ترك الخيول اللي كان يتنقل بها، قال الله خلها نعوضك، نعوضك بريح تنقلك مو بالخيل، لانك تركتها من اجلي فانا اعوضك بما هو افضل من الخيل. قال الله فسخرنا له الريح تجري بامره. سبحان الله العظيم، الريح تجري بامره رخاء. ايش معنى رخاء؟ ما في مطبات صناعية، تمشي كأنك الحين في الطيارة، يوم تركب تحزم وذا ويقول انتبه وتجيك مطبات تهول العقل. فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب، اي مكان يبغاه تنقله الريح. الان بيجي التفصيل، غدوها شهر ورواحها شهر. وش معنى هالآية؟ لا هذه ما صارت سريعة تروح شهرة تجيها، ابي التفسير. هذه الآية غدوها شهر، يا سلام، مسافة الشهر هذه تأخذها في غدو، في صباح، في اول النهار. الشهر اللي كان يروح على الخيل في اعلى مسافة مدتها شهر يركب على الريح ويأمرها، طبعا كان عنده ايش؟ عنده بساط من خشب كما جاء في الروايات، كان يركب عليه ويركب عليه كل من يريد، معه الجن ومعه الانس، حتى الوحوش تروح معه، ويكلم الوحش، وتركب معه النمل والطيور والهدهد، ثم يأمرها فتذهب اول النهار ويرجع. المشوار حق شهر ياخذه في نصف نهار، هذا معنى الآية. سخر، قال الله شوفوا يا جماعة، لما ضاقت عليه الخيول الاولى، الثانية جاه الولد، قال الله تبارك وتعالى هنا فسخرنا له الريح، هذا في السماء تجري بامره. طيب وش اللي في الارض؟ والشياطين، الحين حتى جينا في الارض، كل بناء يبنون له اللي يبغى. الشياطين تبني له ايش؟ تبني له كما ذكر الله سبحانه وتعالى كل ما يريد، سواء القصور او القدور الراسيات او يبنونها المحاريب، كل ما اراد يبنون له. قال الله والشياطين، اعطيناك في السماء عوضناك الريح، وفي الارض شياطين كل بناء، كل ما تريد ان يبنى لك، وغواص، وفي البحر ندخل لك شياطين يغوصون ويجيبوا لك اللآلئ ويجيبوا لك اللي تبغى من داخل البحر. طيب انتهى الموضوع؟ لا، وذكر الله واخرين مقرنين. منهم المقرنين؟ اللي ما يسمعون كلامه يربطهم، يربط كل اثنين، هذا عقابهم في الدنيا. المقرن من القرين، قال يقترن الاثنان ببعضهما، يعني يربط جنيين ببعضهم شيطانين،
فيربطهما بأمر الله سبحانه وتعالى. وآخرين مقرنين في الأصفاد. ثم قال الله انتهى، هذا عندكم في الدنيا، هذا عطاؤنا، هذا لك، فمن او امسك، عط ولا امسك، انت حر. طيب انتهينا يا رب بغير حساب. قال وان له عندنا اللي تو عندكم في الدنيا في البعوضة، في جناح البعوضة في الدنيا، وان له عندنا بعدين لزلفى وحسن مآب. نثق بالله ولا ما نثق به؟ والله يا جماعة مهما كبرت مصيبتك ومهما عظم أمرك ومهما زاد خطبك، إن كانت ثقتك بالله كبيرة كثقتك بنفسك، يعني أنك تثق أنك فلان ابن فلان، ثق أن الله لن يخيب لك رجاء وسيعطيك سبحانه وتعالى من فضله ما لا تتوقع. قال الله جل وعلا، أكرم الله طبعا سليمان بنعم كثيرة وخصه بأشياء عظيمة، ومنها أن الله سخر له هذه الريح اللي تكلمنا عنها. شوفوا الريح بالمناسبة، ولسليمان الريح عاصفة، ان بغاها تمطر قالها امطري، وان بغاها عاصفة تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها، يعني في الى فلسطين، وكنا بكل شيء عالمين. الامر الاخر ان الله سخر لسليمان حتى الريح في الهبوب وفي الرياح التي تقتلع وفي العقاب وفي العذاب على بعض من اراد الله سبحانه وتعالى ان يعذبهم، ويقال انه كان له ذلك البساط اللي ذكرنا، تخيل يركب على البساط يقول له تحرك، فيتحرك البساط عليه كل من عليه، وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى. ولما ذكر الله تبارك وتعالى أن من الجن من يعمل بين يديه خدم عنده بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا، يعني يزغ منهم ولا يتبع كلام سليمان، يعاقب، هذا في الدنيا. وقال الله في الآخرة نذقه من عذاب السعير، يعني لما يسمع كلام سليمان من الجن في الدنيا يستطيع سليمان ان يجعل مقرا ويعاقبه، ثم كذلك يعذب يوم القيامة. وسخر الله له كذلك، وش قال الله؟ يعملون له ما يشاء من محاريب. وش معنى المحاريب؟ قال بعض المحاريب اماكن العبادة، منها مثل الهياكل اللي ذكرنا، هيكل سليمان، وقال بعضهم هي القصور، القصور. ثم قال الله وتماثيل، التماثيل كانت في عهد سليمان جائزة، فكانت التماثيل يعملها الجن له. وقال الله تبارك وجفان كالجواب، وش معنى الجفان؟ الصحون. قال بعضهم الصفحة التي يوضع فيها الطعام، الصحن، البادية على ما يقولون. بعضها قيل انها مساحتها مثل مساحة البحيرة والبحر، من 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 مساحتها الكبيرة. قال الله تبارك وتعالى وجفان كالجواب وقدور راسيات، قدور بحجم تلك الصحاف على اساس تصنع الجن الطعام ثم يوضع في هذه الصحاف ويأكله الناس. اي تسخير سخره الله، لا يوجد ملك على وجه الارض حباه الله ملكا كما حبى الله سليمان هذا الملك وما يخدمه فيه. ثم قال الله تبارك وتعالى والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد. ومن نعمة الله على سليمان سهل الله له، اعطاه سيل من ايش؟ عين ايش؟ عين القطر. ابوه وش سوى له داود؟ الحديد ايش كان يسوي فيه؟ لينه. شوفوا سليمان، سليمان قال الله وأسلنا له عين القطر، القطر النحاس المذاب، يقولون انه يذوب بين يديه فيصنع منه ما يشاء بأمر الله سبحانه وتعالى. طبعا انا بذكر لكم الان في التفوق الحضاري، الجن الطيور، بالمناسبة لما طلع بني اسرائيل كانوا يحبون سليمان لان داود رباه تربية جيدة ويعرفونه، ولما مات يقولون خرج يمشي بين الناس تعرفه الطيور ويعرفه الجن ويعرفونه الشياطين ويعرفونه بني اسرائيل ويعرفون قيمته. ولما سخر الله له تلك الامور اصبح له قيمة ومكانة ثانية. كان يمشي مرة، يمشي في الطريق ويفهم دبيب عفوا كلام النمل، فرأى كانوا يطلعون يستسقون جو، قالوا يا سليمان مات الناس جوعا، حنا ميتين جوع والظمأ والسماء اجدبت. وبالمناسبة اليوم صلينا صلاة الاستسقاء، الله يسقي العباد والبلاد، نسأل الله سبحانه وتعالى يسقي العباد والبلاد. فلم طلع سليمان وينادي الناس للصلاة وهو بالطريق شاف له نملة، قال فمر بنملة منقلبة على قفاها على ظهرها رافعة أرجلها، هو يفهم منطق الطير ويعرف حديث النمل، فقال الناس ارجعوا فقد سقيتم بغيركم. قالوا كيف؟ قال رأيت نملة قد انقلبت على قفاها تدعو ربها. وما رجع سليمان الا ونزل المطر. يا جماعة
احيانا الله سبحانه وتعالى يرحمنا بسبب البهائم وسبب البهائم التي في الصحراء، ويرحمنا الله بالضعفاء شيباننا حتى في نجد، سمعنا هذا كثير وتواتر في نجد وفي غيرها، يقولون كنا قبل نروح نصلي صلاة الاستسقاء يجهزون ميزيب البيوت ويحطون الشرع على بيوتهم لانهم عندهم ثقة انهم بيصلون وسينزل المطر. وكانت السلف، كان السلف يأخذون الاطفال الصغار معهم، يأخذون الاطفال للمساجد المصليات، قال ليش تأخذونهم؟ قال هذول اطفال صغار قلوبهم بيضاء ما عصوا الله وليس عليهم لا عذاب ولا حساب، لعلهم اذا رفعوا اكفهم يستجيب الله لهم. والله ما يمنع القطر الا ايش؟ واذا منعت الزكاة منع القطر من السماء. والله يقول ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. احيانا حنا ترى ننسى نتصور الله يرحمنا، نعم رحمة الله واسعة، لكن حينما ننسى او نتناسى ان بسبب معاصينا قد يمنع الناس الخير، هذه مصيبة كبيرة. ولذلك هو يفهم عليه السلام منطق الطير، وهو في الطريق حشر لسليمان جنوده كلهم الجن والانس. أذكر لكم الحين من جمال التفوق الحضاري عند سليمان انه يتقبل جميع الجنسيات، لا وش الجنسيات، يتقبل جميع الكائنات، مع جن وطيور وحوش وبشر، يتقبل حتى غير الانس والطير، فهم يوزعون يعني منظمون. حتى اذا اتوا على وادي النمل، فيه نمل مر عليهم في وادي، قيل في غابة وقيل في صحراء، ولك ان تتخيل نمل، احنا ما نشوف النمل اللي جينا نمشي، يدعس الرجال احيانا ما يشوف لا نمل ولا غيرها. سليمان وهو في الطريق وقفت نملة، النملة هذه الله سمى يا جماعة حشرة سمى الله بها سورة في القرآن اسمها النمل، لا تستهين، وهذا كلام مهم يا جماعة. النملة هذه علمتنا درس في الحياة لو طبقتها انا وياك وكل مسلم نجحنا فيها. اسمعوا ايش طبقت، قالت يا ايها النمل، العلماء يقول هذا يا ايها، هذا ايش؟ هذا نداء في اللغة العربية، ايها النمل ادخلوا، هذا ايش؟ امر، لا يحطمنكم سليمان، هذا نهي، وسليمان خصصت وجنوده عممت وهم لا يشعرون اعتذرت، فهمتوا؟ نادت يا ايها النمل ادخلوا امر، لا يحطمنكم نهي، سليمان خصصت وجنوده عممت وهم لا يشعرون اعتذرت. انت تشوف اثنين يسولفون، تقول تراهم يسولفون فيك يا رجل، ما يحسن، هم لمك اصلا يسولفون في البرج حق جسمه، لكن انت لان عندك مشكلة في تفكيرك، فلان يوم جاء قبل شفت نظراته لك نسيء الظن فيما لم يكن، فما بالك وهي ترى شخص قادم. وبعدين النملة هذه ما ندري ايش تاريخها، انا ما لقيت لها، ما ادري هي ماتت، يمكنها ماتت، يعني هي ضحت بنفسها حتى تنقذ أمة من أمة النمل، يا أيها النمل، أنا جالس أتخيلها. وسليمان كيف الله سخرني يفهم، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، ليش قالت ما قالت لا يقتلنكم؟ لأن النملة نعم هي المادة اللي فيها أيضا مادة الزجاج من النمل، لأنها سبحان الله تتحطم كما يتحطم الزجاج، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سليمان سمع الكلام، ولما سمع كلامها تبسم ضاحكا من قولها، اعجبه القول واعجبه المنطق واعجب حسن الظن وهم لا يشعرون، احسنت الظن في سليمان. ثم قال كلمة، ربي اوزعني ايش انا اشكر، شكرت والله على وجودكم في البرنامج 77 يوم، شكرت والله على القبول الذي جعله الله لكم، شكرت يلا انت يا اختي الكريمة اللي رزقك الله 6 و7 ابناء كلهم صالحين وغيرك عقيم، شكرت الله على السيارة اللي انت راكبها ولو كانت عادية افضل من الشخص الذي يمشي على رجليها او يذهب في تاكسي ولا عنده سيارة، شكرت الله على نعم الله الكثيرة، وان تعدوا نعمة الله يا جماعة، نعمة الله نعمة الامن احنا حاسين فيها ولا لا؟ ترى احنا في حرب الان، عندنا حرب في جنوب البلاد، الله ينصر جنودنا يا رب العالمين، ومع ذلك ما نحس بشيء، هذه نعمة تحتاج شكر يا جماعة. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لما شافها تتكلم قال من انا حتى تكلمني النملة، ربي اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. من هم والديه؟ داود وأمه، قيل أن أمه كانت امرأة صالحة ربته على الطاعة وكانت معروفة بكثرة العبادة، وهذا من الوفاء. أنا تو دعيت لأخوي خالد أحسب والدته حية، فقال توفيت،
قلت ما دامت انجبت مثلك ما ماتت. والتي انجبت ولدا اي ام يذكر الاب والام بسبب هذا الولد فهي حية ولا تزال والوالد حي. الله يغفر لوالدتك ويغفر لوالدينا جميعا. ومن حقهم علينا حق ابائنا وامهاتنا مثل ما فعل سليمان، قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا صالحا ترضاه. اذا كان الانسان يشكر الله تبارك وتعالى سيجد الخير. سليمان كان مستخدم ومستثمر انه ملك، ولكنه نبي كان يرسل دعوته الى الملوك ويدعو كل ملوك الدنيا، ما ترك ملكا ولا اميرا الا ناداه الى الدعوة وامره بالمعروف ونهاه عن المنكر. كان كل الكفار والظلمة في ذلك الوقت يخافون من سليمان عليه السلام.